يا عم سيمان، يا عم سيمان، تكفى يا عم سيمان، انا زهقت يا عم سيمان، يا عم سيمان، انت وينك؟ انت وينك؟ انا لازم اشوف لي طريقة واطلع من ذا المكان، تكفون ساعدوني، عم سيمان ذا ظالم ما يخاف الله، يا عم سيمان، وين راح ذا الشايب؟ وين راح ذا الشايب؟ انا جالس هنا لوحدي يا جماعة، تعالوا ساعدوني، انا لازم اشوف لي لازم اشوف لي طريقة، لازم اشوف لي طريقة ولا خطة اطلع من هذا المكان، هذا الشايب ظالم، الشايب ذا دائما يظلمني، وين راح؟ يا عم سيمان يقصدني؟ انا ظالم؟ انا ظالم؟ انا الناس تتكلم في كلامي، تتكلم في اسمي، انا ظالم؟ انا ظالم؟ تتوقعوني انا ظالم؟ ما قد ضربت ناس من قبله يقول اني ظالم، لكن علاجي عندي، الناس ما يدرون عنه. يا جدي، يا نشبة، يا جدي، وش عندك تصارخ بعد؟ زعلان؟ لا لا، اشوفك انك زعلان. حرام عليك. ولا مو زعلان؟ حرام عليك يا 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 شايب، يا حبسي ما تخليني في هذا المكان، في هذا السجن. شب عليك الحرقات، كيف تقول لي شايب؟ ماني شايب، يا انا رجال في عز شبابي. يا عم سيمان انا نعم. اسف، خلاص انا اسف، انا اعتذر لك، هذا خطا، خطا حصل مني، خطا، سامحني. كيفي كيفي كيفي، ما ابغى اسامحك، انت انسان نشبه، نشبت لي في حياتي. خلاص خلاص يا عم سيمان، من بعد اليوم هذا ما حد بناشب لك، خلاص تكفى. بعد تكفى، بعد ما تنشب لي؟ لا ما حد بناشب لك، تكفى. ترى انا رجال، انا احبك واحترمك عشاني كنت صاحب ابوك قوية، لكن ابوك الله يسامحه ما سوى فيني خير، ارسلك لي، وانا بعد ماني راضي اخلص اشغالي واخلص البزنس حقي ولا اقعد اعلمك. طيب يا عم سليمان، انا وش سويت على الكفر هذا تحطني في ذا المكان؟ خلاص اسمعني، اسمعني يا نشبة، احنا نسوي اتفاق، ايش رايك؟ انا موافق. موافق؟ ايوه موافق. نسوي اتفاق صلح. دام في اتفاق اني بيطلعني من ذا المكان، انا موافق، موافق. خلاص اسمعني، نسوي اتفاق صلح، انك ما تنشب لي ثاني مرة. سم، ابشر على على نخرتي. عليها الشحم. صح. واللحم. ابشر ابشر. وعد. خلاص؟ خلاص؟ بس اصبر، خلي اطفي شو اسمها الكهرباء اللي في الشبك. انا واحد افكر، واخر يدك من الشبك. مو اخر يدي انا. ما تطلعني. شوف المس كهرباء يكهربك ولا لا؟ شوف. معليش ما طفى، ما اشوف انا، ما اشوف. معليش معليش. ها. اي الزر الثاني. يا عم انا سيبان. كنت ضغط زر حق شيء ثاني. يلا يا عم سيبان، يلا. خلاص طفيناه. ها. يلا الحين حرية، فريدم فريدم، اطلع اطلع. جبت النسبة صاحب وشباها من نكسب، التنقصة مثل الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، يا منافسنا اقعد. خلاص اقعد، ذكرتني بواحد في فضائك، هذه تشقلب كذا. اقعد اقعد يا عبد سيبان، اقعد ابشر. اعوذ بالله. يا ولد يا ولد، لابد يا اخي، لابد لابد يا اخي تكون عندك كنترول، عندك كنترول، لابد عندك كنترول. اذا ما عندك كنترول يا 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 حبيبي، ما تقدر تحاول التقمص على نفسك وتتحكم بنفسك. طيب يا عم سليمان. نعم. ما ها كنترول؟ والله ما ادري، انا سمعتها في الراديو.
في الصباح كنت مشغل راديو واسمع كنترول، لابد الشخص يكون عنده كنترول. فشوف اسمعني، خلي الكنترول على جنب، لا تفضحنا. ايوه بكره بفتح الراديو.